اوت 2021 انا طلعت لفرنسا. سبتمبر اكتوبر كنت في تواصل معه، كنت تلاقى مع امير ديزاد في سبتمبر 2021 اكتوبر 2021. كان امير ديزاد يقول لي نشوف لك لافوكا تاعي ونريد لك مع لافوكا تاعي، انا ما عارفش لافوكا تاعي. في اكتوبر 2021 عيط لي امير ديزاد، داني لافوكا تاعو جاي في الويتيام اروديسمون شمو اوليفي فوكس في باري حدا السفاره تاع الجزائر لاري دي ليزبون. لافوكا تاعو جويف، عيط لي داني معاه عند لافوكا. انا ما على باليش بلي لافوكا تاعو جويف ويخدم مع لي سيرفيس سيكري فرونسي، ما على باليش بها. انا هادي اللي قال لي عليها، قال لي عليها اسماعيل زيطوط. اسماعيل زيطوط هو اللي تواصل معايا كي كملنا مع عند لافوكا، قال لي لافوكا تاعو جويف ولافوكا تاعو يخدم مع لي سيرفيس سيكري فرونسي وغادي يريقلك. قال لي بصح يطلب دراهم باش يريقلك باش يفوت لك الدوسي تاعك مع جماعه الدي اس تي تاع فرنسا. انا رحت عند لافوكا تاعو، لافوكا تاعو تكلم معايا، حكيت له جيت من اسبانيا وعساكري وطلبت اللجوء في اسبانيا وطلعت وهبطت. قال لي اوكي، قال لي ماشي مشكل، قال لي نريقلك، قال لي ونشوف لك مع جماعه الداخليه باش يحكموا لك الدوسي، لانه الدوسي تاع اللجوء يقرر جماعه الداخليه في اي بلاد. قال لي نشوف نريقلك مع جماعه الداخليه. وانا ما على باليش، امير ما قالها ليش، امير طيش لي غير شرع في القهوه في اكتوبر 2020، طيش لي غير شرع كي كنا عنده. قال لي هو يعرف ناس في الداخليه وفي لابريفيكتور وفي وين يدرسوا الملفات تاع اللجوء في لوفبرا. وفي لوفبرا شكون يخدم تما؟ يخدموا غير جماعه الدي اس تي باش يديروا عليك لونكيت.